أهلا بكم إلى نشرة أخبار الخامسة مساء من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، والبداية مع العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من الرئيس الإيراني يتسلمها معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني. انخفاض حوادث الطرق بالسلطنة بنسبة 40% وعدد الوفيات جراء الحوادث المرورية ب 35%. تقرير أممي يتهم ميانمار بارتكاب جرائم حرب ضد مسلمي الروهينجا. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تسلم الرسالة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني خلال استقبال معاليه بمكتبه صباح اليوم سعادة السفير محمد رضا نوري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى السلطنة. تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الصديقين. انخفض عدد حوادث الطرق بالسلطنة بنسبة تجاوزت 40% حتى نهاية الشهر الماضي مقارنة بالعام المنصرم. وذكر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد حوادث الطرق خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغت حوالي 650 حادثا، وأفاد المركز إلى انخفاض عدد الوفيات جراء الحوادث المرورية بنسبة تجاوزت 35% ليبلغ عدد الوفيات خلال الشهر الماضي 42 حالة وفاة مقارنة ب 65 حالة وفاة بشهر يونيو الماضي. وأشار المركز إلى ارتفاع نسبة وقوع الحوادث ليلاً لتبلغ نسبته 52% من إجمالي الحوادث. نظمت الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية حلقة عمل حول المستودعات الاستثمارية معلقة الضريبة، وذلك بحضور ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص. بهدف تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المستودعات الاستثمارية وتوظيف التقنيات الحديثة والمتطورة لتهيئة السلطنة لتكون مركزاً إقليمياً لنشاط إعادة تصدير البضائع في المنطقة، نظمت الإدارة العامة للجمارك حلقة عمل حول المستودعات الاستثمارية معلقة الضريبة وما بها من تسهيلات من تعليق دفع الضريبة الجمركية وغيرها من المستحقات المالية التي يستوجب دفعها أثناء عملية الاستيراد. حقيقة مبادرة جدا جميلة من الإدارة العامة للجمارك، وتعكس بشكل كبير التفاهم المشترك الآن بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لجلب الاستثمار وجعل ممارسة الأعمال في السلطنة تنافسية وجاذبة أيضا. المميزات اللي طرحت اليوم بالنسبة لإدارة المخازن معلقة الرسوم تعتبر إنجاز عظيم وتعتبر أيضا شيء جاذب لمثل هذه الاستثمارات. وبالنسبة لمشروع مدينة خزائن الاقتصادية، فخزائن تعتبر منصة مثالية للعمليات اللوجستية كونها قريبة جدا من مطار مسقط، قريبة من ميناء صحار، وأيضا تقع على امتداد طريق حيوي وهو طريق الباطن السريع. وخلال حلقة العمل تناول العقيد مدير عام الجمارك أهم المزايا والتسهيلات التي تقدمها المستودعات الاستثمارية والتقنيات الحديثة في الإيداع والتخزين والتقليل من التدخل البشري بتفعيل الرقابة الإلكترونية. هذه المستودعات الاستثمارية لها أهمية كبيرة لجذب الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي للسلطنة في مجال الاستيراد وإعادة التصدير البضائع إلى مختلف دول العالم. وأيضا هناك ميزات أخرى تحمل في طيات هذه المستودعات من تسهيلات وإجراءات، منها إمكانية التخزين لفترات معينة حسب نوعية البضاعة، وكذلك استخدام بعض الضمانات المسهلة لهذه الإجراءات. وتتميز هذه المستودعات الاستثمارية والآليات الحديثة المستخدمة فيها
لتحقيق عوائد مالية كبيرة للمستثمرين، كونها تستوعب بضائع بشكل أكبر مع سرعة أداء العمل. المستودعات الاستثمارية معلقة الضريبة تهدف إلى دعم توجه الحكومة في تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز تنافسية السلطنة في المجال اللوجستي. الملازم يوسف بن ياسر المحروقي، الإدارة العامة للجمارك، مسقط. أعاد الاحتلال الإسرائيلي اليوم فتح معبر بيت حانون المخصص لعبور الأفراد مع قطاع غزة بعد نحو أسبوع من إغلاقه. وأعلنت اللجنة الفلسطينية العامة لإدارة المعابر أن المعبر يشهد حركة نشطة بعد إعادة فتحه. في الجانب الآخر، قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري لمدة أسبوع للسماح بعبور الحجاج الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة. في الأثناء، وصل إلى القطاع المحاصر نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جيمس مارك جولدريك عبر معبر بيت حانون دون الإعلان مسبقاً عن الزيارة أو جدول أعمالها. وتتوسط الأمم المتحدة مع مصر مساعاً للتهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل مقابل تخفيف الحصار المفروض على القطاع. اتهمت الأمم المتحدة سلطات ماينمار بارتكاب جرائم حرب ضد الروهينجا المسلمة. وأشار تقرير نهائي للجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن جيش ماينمار قتل العديد من الروهينجا المسلمين بنية الإبادة الجماعية. وطالبت اللجنة الأممية بمحاكمة قيادة عسكرية في ماينمار المسؤولة عن تلك الانتهاكات. وشنت قوات ماينمار حملات عسكرية على مناطق الروهينجا بحجة الرد على هجمات تعرضت لها مواقع للشرطة وقاعدة عسكرية. أسفرت تلك الحملة عن سقوط أكثر من 1000 قتيل وحرق عشرات القرى وفرار نحو 700,000 من الروهينجا إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش. دخلت عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا حيز التنفيذ التي فرضتها واشنطن على موسكو بسبب ما تردد حول استخدامها لأسلحة كيميائية في حادثة اغتيال العميل الروسي المزدوج في مدينة سالزبري البريطانية. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن العقوبات المفروضة ضد روسيا دخلت حيز التنفيذ اليوم. وأوضح البيان أن العقوبات ستشمل وقف المساعدات الأمريكية لروسيا وفقا لقانون المساعدات الأجنبية، بالإضافة إلى أنها ستتوقف عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأمريكية للمؤسسات الحكومية الروسية. قتل 3 أشخاص خلال إطلاق نار في مدينة جاكسونفيل شمال شرق ولاية فلوريدا الأمريكية. وأعلنت الشرطة المحلية أن الحادثة وقعت في منطقة ترفيهية على ضفة نهر سان جونز، حيث نتج عنها كذلك إصابة 11 شخصا آخرين، فيما أطلق منفذ الهجوم النار على نفسه بعد الواقعة. هذا وقامت قوات الأمن الأمريكية بمنع التجول في المنطقة التي وقع خلالها الهجوم. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطة جديدة لمشروع الدفاع الأوروبي، معتبرا أن أمن القارة لا ينبغي أن يعتمد على الولايات المتحدة. وفي كلمة له أمام السفراء الفرنسيين في باريس، قال ماكرون إن ضمان أمن أوروبا يقع على عاتق الجميع، مضيفا أن المناقشات حول التعاون الدفاعي يجب أن تشمل جميع الدول الأوروبية وروسيا بشرط إحراز تقدم مع موسكو حول أوكرانيا. جاءت تصريحات ماكرون خلال كلمته التي تهدف إلى وضع خارطة الطريق للدبلوماسية الفرنسية للسنة المقبلة. قصفت طائرة مقاتلة منطقة في إقليم طخار شمال شرق أفغانستان، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى. وتحدث مسؤول أفغاني حكومي أن القصف جاء بعد مقتل 2 من حرس الحدود في طاجكستان
إثر مواجهته مع عناصر طالبان قرب الحدود الأفغانية الطاجكية، حيث قصفت بعدها المقاتلة مسلحي طالبان وقتلت منهم 8، كما أصيب 6 آخرون. من جانبها نفت وزارة الدفاع الروسية تنفيذها أي ضربات جوية قرب الحدود الأفغانية الطاجكية بعد ورود أنباء تحدثت عن أنها مقاتلة روسية. النشرة الإخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وفيها بعد قليل. تعدد وتنوع المواقع السياحية تجعل السلطنة مقصداً للسياح طوال العام. جديد. ناقش مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية في اجتماعه الأول إقرار الهيكل التنظيمي للكلية والمعهد وآلية شروط شغل واختيار عميد للكلية والمعهد بما في ذلك العمداء المساعدون والعمداء المشاركون، وقد اتخذت القرارات اللازمة بشأنهما. ترأس الاجتماع معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة رئيس المجلس. برنامج توطين الوظائف التدريسية للمناطق البعيدة في عدد من محافظات السلطنة يواصل تأهيل الطلبة للعمل كمعلمين مستقرين في القرى التي تشهد حركة تنقلات بين الهيئات التدريسية بصفة مستمرة. البرنامج يأتي ضمن خطة لتخريج معلمين من أبناء القرى في عدد من محافظات السلطنة. إنكم منذ التحاقكم بهذا الصرح العلمي 300 طالب وطالبة في عدد من التخصصات التربوية التحقوا بكلية التربية بالرستاق كثاني دفعة يتم تأهيلهم كمعلمين سيرفدون الحقل التربوي في كافة ولايات السلطنة لسد احتياجات هذه المدارس من الكوادر التدريسية الوطنية، حيث تم تهيئة كلية التربية بالرستاق لتأهيل الدارسين فيها في تخصصات اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم. تم قبول هذه السنة الدفعة الثانية من طلاب التربية في مختلف تخصصات العلوم والرياضيات، ولذلك تسعد الكلية باستقبال هذا الفوق المبارك من هؤلاء الطلبة، والتي ستشكل بالتأكيد رافدا أساسيا للعملية التعليمية، والتي سيتم إعدادهم بإذن الله إن شاء الله داخل الكلية وفق برامج حديثة متطورة تتوافق مع أهم المعايير المحلية والإقليمية والدولية في إعداد المعلم. كم هو جميل أن يحقق المرء ما كان يحلمه من طموحات وأحلام، وكم هو جميل أن يكون حلمنا يتعلق بالوطن، فإن كنا بالفعل نحب الوطن فإننا بالفعل سنبنيه وسنخدمه بكل ما نملك وبكل ما نستطيع. توطين الوظائف التدريسية في القرى البعيدة بعدد من محافظات السلطنة ثمرة تعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لتأهيل أبناء القرى البعيدة من مختلف أرجاء السلطنة لدراسة التخصصات التربوية وإيجاد كوادر تدريسية مستقرة من أبناء هذه القرى في تخصصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، حيث يستهدف هذا البرنامج 100 طالب وطالبة سنويا. أنا سعيدة جدا لأن التحقت ببرنامج التوطين للمناطق البعيدة بكلية الرستاق، لأن مناطقنا تعاني من نقص شديد في الكادر التعليمي. أنا جدا سعيدة لأنني سألتحق بذلك الكادر لأبني أجيال قادرين على تخطي الصعاب ولبناء عماننا الغالية. أنت تطمح للتربية وخصوصا تخصص أحياء، طموح إن شاء الله أكون معلم وفي هذا التخصص وفي نفس المدرسة اللي دارس فيها. بناء جيل من المعلمين المؤهلين وفق برنامج أكاديمي متخصص هدف تسعى مختلف المؤسسات المعنية إلى تحقيقه من خلال حزمة البرامج الدراسية التي تواكب متطلبات إعداد المعلم القادر على التكيف مع معطيات العصر الرقمي التي ستمكنهم من نقل خبراتهم إلى الأجيال الذين سيتعلمون على يديهم. نظرة للمستقبل بعين يملأها التفاؤل أن جيل اليوم وهم على مقاعد الدراسة سيتبوؤون مكانتهم لخدمة هذا الوطن في المستقبل.
عبد الله بن عامر الويهي من كلية التربية بولاية الرستاق محافظة جنوب الباطنة. تشارك السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في أعمال منتدى اللجان الفنية للتقاعد بالجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الذي تستضيفه جنيف. يناقش المنتدى التحديات العالمية للضمان الاجتماعي وبرنامج الابتكار للجمعية، كما تم مناقشة التحضيرات للمنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لعام 2019. تنعم السلطنة بالعديد من المقومات السياحية التي جعلت منها مقصدا سياحيا طوال العام للعديد من السياح. فالوجهات السياحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك كانت مقصد أكثر من 110 آلاف سائح من داخل السلطنة وخارجها. وديانها المتشبعة بالبرك المائية وسهولها الممتدة على مساحات تعانق صحارها اللامعة برمالها الذهبية وجبالها الشاهقة التي تصافح السحب وروابها المخضرة، عمان من مسندم إلى ظفار كانت مقصد أكثر من 110 آلاف زائر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. التخييم والرحلات العائلية مناشط ازدانت بها سهول الجبل الأخضر الذي استقبل أكثر من 16 ألف زائر قدموا للاستمتاع بالأجواء الاستثنائية والطبيعة الخلابة، آخذين قسطاً من الراحة في منشآت سياحية شهد الجبل تزايد أعدادها خلال السنوات الأخيرة والتي توفر لمرتاديها إطلالات متنوعة على مناظر طبيعية تكشف عن تنوع جيولوجي فريد، لتبقى ثمار الجبل الأخضر بمذاقها الحلو فاكهة جولاته وأفضل هدية يعود بها الزائر إلى بيته لتحكي تفاصيل الرحلة. درجات الحرارة دفعت نحو 10600 زائر إلى قصد البرك المائية في وادي بني خالد مستمتعين بالمناظر الرائعة، وفيما يمارس البعض هوايته في السباحة يأخذ البعض الآخر جولة في قوارب أعدها أصحابها لإمتاع زوار الوادي. منظر السلاحف في محمية رأس الجنز وهي ترتاد الشواطئ قادمة من أعماق البحر لتضع بيضها في شواطئ التعشيش كان خاطفاً لأنظار 2800 شخص حرصوا على مراقبة المشهد في هدوء تام يضمن لهم توثيق اللحظة. ومعما سجلته المعالم الطبيعية والمواقع السياحية التاريخية من توافد للزوار، شهدت فعاليات العيد التي توزعت على مختلف محافظات السلطنة إقبالاً واسعاً من المواطنين والوافدين للاستمتاع بلوحات الفنون التقليدية والتعرف عن قرب على مناشط العيد في عمان. انتصار بنت حبيب الشبلية، محافظة مسقط. تم النشرة تذكير بأهم العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من الرئيس الإيراني تسلمها معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني. انخفاض حوادث الطرق بالسلطنة بنسبة 40% وعدد الوفيات جراء الحوادث المرورية ب 35%. تقرير أممي يتهم ماينمار بارتكاب جرائم حرب ضد مسلمي الروهينجا. في ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل من مركز الأخبار. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة ومشاهدين الكرام. إلى آخر الصور الجوية، نلاحظ انتشار بعض السحب العالية بالقرب من السواحل السلطنة المطلة على بحر عمان وعلى الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، أيضا تنتشر حاليا بعض السحب المتفرقة.
نذهب إلى تفاصيل قادم ساعات من هذه الليلة، فرصة لانتشار السحب خلال ساعات متأخرة من الليل والصباح الباكر على سواحل العاصمة مسقط، ودرجات الحرارة عموما عند 27 درجة مئوية. الحال ذاته بالنسبة لأجواء محافظة جنوب باطنة، فرص لتواجد السحب على مناطقها الساحلية، و27 درجة على سواحل شمال باطنة مع فرص أيضا لتواجد السحب خلال ساعات الليل. في محافظة مسلم درجة الحرارة 30 درجة والأجواء خالية من السحب عند أواخر العشرينات الصغرى في محافظة البريمي وكذلك في محافظة الظاهرة، ضمن أجواء خالية من السحب بوجه عام، بما في ذلك أيضا أجواء محافظة الداخلية والصغرى في قمم الجبال 20 درجة مئوية. حول منتصف العشرينات درجات الحرارة الصغرى الليلة في شمال الشرقية ضمن أجواء خالية من السحب، بعض السحب تنتشر على سواحل الجنوب الشرقي المطلة على بحر العرب، ودرجات الحرارة حول منتصف العشرينات بوجه عام في معظم أرجاء محافظة جنوب الشرقية. في محافظة الوسطى تتواجد بعض السحب على مناطقها الساحلية والصغرى، هناك 22 درجة و25 درجة في المناطق الصحراوية ضمن أجواء خالية من السحب. تنتشر السحب في معظم أرجاء محافظة ظفار خصوصا على المناطق الساحلية مع فرص لتساقط الرذاذ أحيانا، ودرجات الحرارة بين مطلع ومنتصف العشرينات. بحر العرب يبقى هائج الموج على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، ويصل أقصى ارتفاع الموج 4 أمتار مع استمرار هبوب رياح جنوبية غربية نشطت سرعة خلال ساعات الليل تصل سرعتها إلى 30 عقدة. على سواحل محافظة مسنم الرياح تكون شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر يبقى هناك هادئ الموج مترا واحدا وربع المتر. الحال ذاته بالنسبة لبحر عمان مع رياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة. كان هذا كل ما لدينا من أخبار الطقس حتى الساعة، نلتقيكم جدا في 10 مساء. شكرا لكم وإلى اللقاء.